نحن أشكال وألوان في أرجاء العالم، المرتفعات والصحاري موطننا. صحيح أننا ألباكة وجمال ثنائية السنامي وجمال عربية، لكن لا تنسوا أننا أيضاً غواناكو ولاما وفيكونيا. بفضل ما نعطيه من حليب ولحوم وألياف، نحن ثدييات ومصادر للمنتجات قادرة على التحمل. نحن نغذي المجتمعات ونؤدي دوراً حيوياً، ونستخدم كوسيلة نقل أحياناً حيثما ذهبتم. بعضنا قصير القامة أو طويل، ممتلئ أو نحيل، نجاهد في الظروف الصعبة ونادراً ما نستسلم. نحن ثقافتكم وجزء من هويتكم. نحن كائنات تبعث الأمل وتخلق الازدهار. سوف نساعد في بناء القدرة على الصمود في ظل تغير المناخ. معاً سنواجه التحديات التي تعترض كوكبنا.